السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب وطالبات مدرسة المنتزه الخاصة الصف الأول الإعدادي، معكم ميس منى الربيع. قبل فارف درس النهاردة بيتكلم على حاجة اسمها أنواع الفلتر. الفلتر ده إن أنا بستخدمه أول حاجة قبل ما أعرف الفلتر هستخدم أداة النص اللي اسمها تكست تول، ودي بستخدمها للكتابة على النص أو لإضافة نص على الصورة. طب الفلتر ده انا بستخدمه في تعديل مظهر الصورة، يبقى في تعديل مظهر الصورة يبقى عندي الفلتر. وعندي اول حاجة اول من انواع الفلتر اللي هو بلور، ان انا بستخدمه في 35 الصورة، ان انا هخلي الصورة كأنها ابيض واسود. ان انا اول حاجة هختار فلتر، بعد كده هختار بلور، بعد كده هختار منها بلور اللي هو هختار الفلتر. يبقى انا عشان اكتب يبقى اداة الكتابة اللي اسمها التكست تول او اداة النص، هعدل في مظهر الصورة يبقى فلتر، 35 يبقى بلور. طب انبص ان انا وضع زخارف على الصورة، وضع زخارف على الصورة ان انا اول حاجة من قائمة الفلتر، وبعد كده هختار اسم الفلتر وراها على طول اسمها ديسترويست، وبعد كده هختار انبص. يبقى انا عندي تعديل يبقى فلتر، 35 اللي هو بلور، وعندي زخارف اللي هو بس. طب عندي بيشكر ان انا حبسك الصورة وحتني جزء منها اللي اسمها طي جزء من الصورة، يبقى بيشكر لطي جزء من الصورة. ان انا هختار فلترز، بعد كده ديسترويست، بعد كده بيشكر. طب سوبر نوف ان هو وضع نجم مضيئة في منتصف الصورة، يعني عامل زي الشمس كده بالظبط يا شباب. يبقى عندي اول حاجة كل الفلاتر من قائمة الفلتر، من قائمة الفلتر. طب عندي ميب اوبجكت ان انا جعل الصورة على شكل مجسم، شكل مجسم يعني خليها شكل رباعي، شكل سداسي، شكل منحرف، ده اسمه شكل مجسم. ان انا هختار فلتر، بعد كده ميب، بعد كده عندي ميب اوبجكت. طب سوبر نوف يبقى في النص لايت اند شادو يعني وزل. طب عايزة اخلي الصورة وضع شريط مظلل، هيبقى عندي حاجة اسمها الفيلم او الشريط السليمي. وبعد كده عندي الفلتر اللي هو ويف ان هو وضع نسيج على الصورة، ان انا هخليها كده عاملة زي الخيوط. وهختار اول حاجة من قائمة الفلتر، قلنا كل الفلاتر يا سنة اولى من قائمة الفلتر، بعد كده يجي وراها اسم الفلتر اللي هي في النسيج هيبقى ارتكت، بعد كده هختار ويف. طب عندي اولد فوتو ان هي جعل الصورة في زمن الماضي يعني زي الابيض واسود كده يا سنة اولى، هختار فلتر. بعد كده عندي حاجة اسمها ديكور، بختار ميب اوبجكت. ميب اوبجكت ان انا جعل الصورة على شكل مجسم. طب الاولد فوتو جعل الصورة في زمن الماضي الفيلم، وضع شريط ملون على الصورة. الويف وضع نسيجة على الصورة. وعندي بشكر اللي هو واشوفكم ان شاء الله باذن الله في الجزء الثاني في الترم الثاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبالنجاح والتوفيق للجميع.